ليه اخترت المجال ده عبد الرحمن؟ نعم. ليه اخترت مجال الفن؟ الفني يعني أول الفن موهبة من الله عز وجل، ويعني في زمانات أول شيء أنا طبعا بمناسبة العيد بوجه تحية ومعايدة لوالدي ووالدتي العزيزة ووالدي الحبيب وزوجتي أولادي وكل المتابعين بوجه لهم تحية. الفكرة أنه ليش اخترت هذا المجال؟ لأنه الموهبة أجت في الصوت، ووالدي كان يعني في البدايات معارض جدا، بتعرف دائما خوف الأباء على الأبناء في أنه أكون حريص على دراستك وكذا. أتوقع فيش فنان إلا والأب بخاف من توجه ابنه إذا كان فني. الحمد لله صقلنا مجالنا الفني في المجال الخير والمجال اللي نوصل فيه كلمتنا بطريقة يعني نحكي معايير ملتزمة، معايير واضحة، معايير تخدم إنسانيتنا ومحبتنا ومودتنا، ما بدنا أكثر من هيك. بس أنت بدأت طبعاً بدري. أنا بدأت بدري. نعم. أنا دلوقتي 26 سنة. نعم تقريباً. أنت 26 سنة دلوقتي؟ عمري؟ آه. عمري 31. 31. نعم. فرق 5 سنين. بس أنت بدأت مع اليرموك. نعم بدأت مع فرقة اليرموك في ألبوم توحدي. أيوة. كنت صف 7 ابتدائي تقريبا. بدري جدا يعني. نعم. بعد احنا عندنا ناس أقل من صف 7 بدأوا كمان. عبد السلام. عبد السلام ما شاء الله من طفولته. أنا طبعا كنت متابع لأول عام لإله. الله لله ما شاء الله عليه عبد السلام. اليرموك عرفت أنها بتقدم التراث الفلسطيني أو تراث. نعم. منطقة. نعم. نعم طبعا فلسطين والأردن في وقتها كان يعني نحكي تعاملي مباشر كان مع الموزع مهندس الصوت الموسيقي ابو حسام الغرابلي بوجه له كل التحيه والتقدير. نعم شارك معهم في الالبوم التوحدي كان لفلسطين. انتقلت بعد هيك لفرقه الروابي الفنيه وكنت معاها بحدود ال5 سنوات. صقلت فيها موهبتي بشكل ممتاز، فرقه رائعه وعريقه. بعدين اسست لفرقتي فريق لإلي كامل باسم نغم بلادي، فرقة كاملة بفضل الله وإلها إصدارات وإنتاجاتها، بالإضافة لمؤسستنا وشركتنا الجديدة اللي هي نغم ميديا لإنتاج التوزيع الفني، اللي هي ساهمت في إني أنا أكثف وجودي خصوصا في مجال الأفراح والأعراس يعني.